تقييم لجنة التحكيم. نبتدي بعضو لجنة التحكيم شاعرنا حمود السمي، تفضل يا ابو عاد. الله يعطيهم العافية، ما قصروا. فيصل بدأ بداية طيبة يقول: يا فهيد، أنت من البارح تقول البن حالي، لكن الليلة تذوق الحالية وتقول مرة، والمسرة مستحيل تجيك في سود الليالي، معك ضيقة في ثمان ليال وبليلة مسرة. كانت بداية موفقة، بس ودي أن فيصل كان الفكرة اللي يقول المسرة مستحيل تجيك في سود الليالي، يقصد أن المسرة ما تجيك كل الليالي، ليلة تجيك، يعني على قول المثل ما كل ليلة للنشام عيد. بس استعجل في كلمة كل، يعني ودي أنه في كلمة في، يقول المسرة مستحيل تجيك في سود الليالي، معك ضيقة في ثمان ليال وبليلة مسرة. ودي قال المسرة مستحيل تجيك في كل الليالي علشان يصير واضح الطرح، يصير واضح. وفهيد قال: يا ثبيتي منكم والله ما ضاق بالي، يمكن الشطر الأول فيه تركيبته شوي، ولكن الشطر الثاني شارب فنجانكم يا أصحابنا 20 مرة، أرى أنه رد مقنع، وحدة وثنتين تكفيكم وأنا ما ضاق بالي. بالي شرها يعني مرتين، كررها وكرر مسرة مرتين، وقبل لا يسمعك الأقصى ثم يسمعك الموالي، والسوالف ما تطلع لك جبل من بطن حرة. كل أبوه مد وأدان جميل، وفيصل تميز أكثر، والله يوفق الجميع، وفهيد ما قصر. الله يعطيك العافية أبو عايض. أما الآن أعزائي المشاهدين، ننتقل إلى أن نستمع إلى تقييم ورأي عضو لجنة التحكيم شاعرنا وصل العطياني. الله يعطيهم العافية، ما قصروا. من أجمل البدايات، إحنا قلنا في المراحل السابقة الشاعر متى ما لقي بداية للمعنى بدون سلام وبدون ترحيب وبدون لف ودوره على طول يبدأ على طول، لأن هذه مسابقة، وحتى في غير المسابقات، حتى في الحفلات العائدية الشاعر إذا صار معه معنى وبدأ المعنى في أول بيت شيء جميل. فبداية فيصل كانت جميلة: يا فهيد، أنت من البارح تقول البن حالي، لكن الليلة تذوق الحالية وتقول مرة. المسألة ما هي مسألة بن وحلى، المسألة مسألة الشيء ونقيضه، المر تقول حلو والحلو تقول مر، يعني البداية كانت جميلة. الأبيات إجمالا تسلسل جميل، ملاحظات على فهيد مثل ما قال أبو عايض، والله يعطيهم العافية. الله يعطيك العافية شاعرنا وصل عطياني. الآن نستمع معكم أعزائي المشاهدين لعضو لجنة التحكيم شاعرنا فواز العزيزي. الله يعطيكم العافية وبيض وجيهكم. طبيعة المسابقة أن الاستعجال في التركيب هذا يريحكم ويفيدكم، يعني مهما كان، بالذات البيت الثاني ممكن في البداية الإنسان يتأخر شوي يختار المبدأ السليم، لكن التأخير يؤثر عليك ويؤثر على زميلك الشاعر. يا فهيد، أنت من البارح تقول البن حالي، لكن الليلة تذوق الحالية وتقول مرة. لو خليت في الشطر الأول برضه مر وحلا، والشطر الثاني مر وحلا نفس المصطلحات، أعتقد في التركيب تكون أفضل. فهيد طبعا تكرار كلمة في بيتين وراء بعض هذه إشكالية كبيرة، ما عليه، طبيعي الوضع، لكن هي كلمة واحدة يعني، لكن المشكلة إن بيتين وراء بعض نفس الكلمة تكرر. احنا مركزين مع بيت الرجال حجازي وقوي. أما بيتك الأخير فالعتيبي ونجد، وهذا البيت هذا غير مناسب في المسابقة، هو لا يا العتيبي نجد لا تجي في نجد. أنا قفل علي وأبريك، لازم أقفل إيش عشان وقت. الله يبيض وجهك، شكرا. الله يعطيك العافية شاعرنا فواز العزيزي، شكرا. شعراءنا بالتوفيق إن شاء الله، شاعرنا فيصل، شاعرنا فهيد، بالتوفيق في قادم الأيام بإذن الله والمراحل. أعزائي المشاهدين، أما الآن نبدأ وياكم للاستماع إلى شعراءنا القادمين في الطرق الثاني، ونرحب وياكم بالشاعر اللي بيكون عنده البدء